السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. هنكمل النهاردة درس هنا على سطح القمر في الوحدة الثانية، رحلة إلى القمر. تعالوا كده نتذكر مع بعض بداية الدرس. رأت هناء في منامها أنها ترتدي ملابس رواد الفضاء وتنطلق مركبة الفضاء بسرعة رهيبة متجهة إلى سطح القمر. وصلت مركبة الفضاء إلى القمر، وخرجت هناء ومشت خطوات قليلة ثم وقفت في مكانها برهة دون حركة، وسألت نفسها: أين أنا؟ أين أهلي وبيتي وجيراني؟ أين مدرستي وأصحابي؟ أين المنازل والشوارع والناس؟ أين ذهبوا جميعاً؟ ولكنها سرعان ما تذكرت أنها تقف على سطح القمر. تأملت هناء ونظرت حولها في دهشة وقالت: ما هذا؟ الأرض هنا غريبة، الأحجار هنا مثل المرآة تعكس الأضواء. وقفنا هنا سنة رابعة، هنكمل. ثم وجدت نفسها تتحرك بسهولة، تقفز وتطير عاليا. قالت هناء وهي مسرورة: إنني أطير وأهبط مثل الفراشة على الرغم مما أحمله من آلات ومعدات ثقيلة فوق ظهري. كم كنت أتمنى أن تكون معي صديقاتي وزملائي حتى نلهو ونطير معا بعيدا بعيدا. تعال نشوف كده معاني الكلمات. أهبط أي أنزل، مضادها أصعد. آلات أجهزة، مفردها آلة. معدات أدوات، مفردها معدة. أتمنى أريد أو أرغب، مضادها أمتنع أو أرفض. نلهو نلعب. تعال كده نستخرج من الفقرة فعل ماضي وجدت، فعل ماضي مبني على الفتح. نستخرج فعل مضارع تتحرك، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. تقفز فعل مضارع، تطير فعل مضارع، أطير أهبط. نستخرج كده جر ومجرور من حرف جر. آلات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ظرف وبين نوع فوق، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثم حرف عطف، والواو حرف عطف. تعالوا نسأل أول سؤال. أقول كيف وجدت هناء نفسها على سطح القمر؟ الإجابة هنا هتقول إيه؟ وجدت هناء نفسها تتحرك بسهولة، تقفز وتطير عاليا. طيب لماذا؟ سؤال مهم. لماذا كانت هناء تطير كالفراشة على الرغم من حملها الثقيل؟ نقول إيه؟ لانعدام الجاذبية فوق سطح القمر. لانعدام الجاذبية فوق سطح القمر، لا يوجد هنا جاذبية، وإلا كانت هناء داست فوق سطح القمر بقدميها. طيب السؤال اللي بعده، ماذا تمنت هناء؟ تمنت أن تكون معها صديقاتها وزملائها. لماذا؟ لكي يلهو ويطير معا. تعالوا كده الفقرة الثانية. أحست هناء بالوحدة، فليس معها أنيس أو جليس على سطح القمر. وشعرت هناء بالخطر من أن ينفد الطعام والشراب أو الأكسجين الذي في مركبة الفضاء. ترى ماذا فعلت هناء؟ تعالوا كده نشوف المعاني. أحست معناها شعرت، هناء بالوحدة، الوحدة معناها الانفراد، معناها الانفراد أو العزلة، معناها الانفراد أو العزلة. مضادها الأنس. طب أنيس، كل ما يؤنس به كالأهل والأصدقاء، جمعها أنساء. ينفد معناها ينتهي، مضادها يبقى. طيب هنضع أسئلة، هنقول إيه؟ لماذا أحست هناء بالوحدة؟ الإجابة: لأنها ليس معها أنيس أو جليس على سطح القمر. السؤال الثاني: لماذا شعرت هناء بالخطر؟
خوفا، الإجابة خوفا من أن ينفد الطعام أو الشراب أو الأكسجين الذي في مركبة الفضاء. طيب تعال كده نستخرج من فقرة اسم موصول الذي. الذي طيب جر ومجرور، في حرف جر مركبة، اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، فعل وبين نوع أحست، فعل إيه؟ فعل ماضي. أعرب هناء، هناء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. استخرج حرف عطف أو استخرج حرف جر الباء، حرف جر متصل الباء. طيب تعالوا هنا نستخرج أداة استفهام. ماذا؟ أداة استفهام ماذا؟ ماذا فعلت هناء؟ بين هذا الأسلوب، أسلوب إيه؟ أسلوب استفهام. ننتقل للفقرة الأخيرة في الدرس، وأخذت تنظر في كل مكان يمينا ويسارا كأنها تبحث عن شيء ما، فوقع نظرها على مقعد به آلة عجيبة كأنه مركبة فضاء، علت الفرحة وجهنا ولمعت عيناها وأسرعت تجلس فوق المقعد، وقالت في نفسها يا ليت هذه الآلة تعمل. ضغطت هناء زر التشغيل، ضغطت هناء زر التشغيل فانطلقت الآلة مثل السهم ودخلت مجال الجاذبية الأرضية، وأحست هناء بهزة عنيفة ولم تسعها الفرحة عندما رأت مصر الغالية بأهرامها الشامخة تفتح ذراعيها وكأنها تقول أهلا وسهلا بالغالية هناء رائدة الفضاء. وعندئذ استيقظت هناء على صوت أمها وهي تناديها. نشوف كده معاني الكلمات، يمينا مضادها يسارا، يسارا مضادها يمينا، مكان جمعها أماكن أو أمكنة، تبحث أي تفتش، وقع نظرها يعني رأت، مقعد جمعها مقاعد، علت الفرحة، علت الفرحة، ظهرت الفرحة على الوجه، لمعت عيناها، ظهرت فيهما الفرحة، ظهرت فيهما الفرحة، أسرعت مضاد أسرعت، أبطأت مضاد أسرعت، أبطأت مضاد تجلس تقف، ضغطت داست مجال الجاذبية أي منطقة الجاذبية، هزة حركة عنيفة شديدة، مضاد هزة سكون، مضاد عنيفة ضعيفة، لم تسعها الفرحة، لم تسعها الفرحة أي زادت فرحتها، استيقظت صحت، مضادها نامت، شامخة مرتفعة مضادها منخفضة، جمعها جمع شامخة شامخات، جمع هزة هزات، جمع يمين أيمان، جمع يسار يسر، جمع زر أزرار، جمع السهم السهام أو الأسهم. هنضع أول سؤال في الفقرة، ما الذي وقع عليه نظر هناء؟ وقع نظرها على مقعد به آلة، به آلة عجيبة كأنه مركبة فضاء. السؤال اللي بعده، متى علت الفرحة وجه هناء؟ متى علت الفرحة وجه هناء؟ عندما وقع نظرها على مقعد به آلة عجيبة كأنه مركبة فضاء، عندئذ علت الفرحة وجه هناء ولمعت عيناها. طب ماذا فعلت عندما رأت مقعد به آلة عجيبة؟ أسرعت تجلس فوق المقعد، وقالت في نفسها يا ليت هذه الآلة تعمل، يا ليت هذه الآلة تعمل. ضغط ماذا فعلت؟ ضغطت هناء زر التشغيل فانطلقت الآلة مثل السهم ودخلت مجال الجاذبية الأرضية،
وأحست هناء بهزة عنيفة ولم تسعها الفرحة. متى لم تسع الفرحة هناء؟ عندما رأت مصر الغالية، عندما رأت مصر الغالية. متى استيقظت هناء؟ عندما رأت مصر الغالية بأهرامها الشامخة تفتح ذراعيها وكأنها تقول أهلا وسهلا بالغالية هناء رائدة الفضاء. وما الذي أيقظها؟ استيقظت هناء على صوت أمها. ما الذي أيقظها؟ صوت أمها وهي تناديها. تعال نستخرج من الفقرة حرف جر واسم مجرور عن حرف جر شيء اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. نستخرج من الفقرة كلمة ومضادها يمينا ويسارا، كم يمينا ويسارا. فعل وبين نوعه دخلت. استخرج من الفقرة تعبير جميل. رأت مصر الغالية بأهرامها الشامخة تفتح ذراعيها. هنا تعبير جميل. هل مصر لها ذراعان؟ لا، وإنما شبهت مصر بأنها إنسان له ذراعين، له ذراعين. شبهت مصر بأنها إنسان له إيه؟ له ذراعان، له ذراعان. وكأنها تقول أهلا وسهلا بالغالية هناء. تعالوا كده نجاوب على الأسئلة. هات معنى نلهو وضعه في جملة. هقول إيه؟ معنى نلهو نحب. نقول الجملة نحن نحب اللعب مع الأصدقاء. ضغطت معناها داست. هقول إيه؟ داست هناء زر التشغيل. هات مضاد ينفد ضعه في جملة. هقول مضادها ايه؟ يبقى في جملة يبقى الله تعالى رحيما. أتمنى أرفض أو أمتنع نضع المضاد في جملة. أمتنع اليوم عن الخروج من المنزل. شبكة مفردات الفراشة. هقول ايه؟ حشرة رقيقة. ألوان تطير رحيق زهرة. الأكسجين هقول ايه؟ غاز هواء تنفس ضروري للحياة. الأهرام آثار فراعنة شامخة سياح. تعال نشوف كده كلمات في معاني متعددة. كلمة معايا الوحدة. في الجملة الأولى أحدت هناء وحدة. هنا معنى الوحدة الانفراد والعزلة. ذهب المريض إلى الوحدة الصحية. المراد هنا بالوحدة الصحية مركز طبي. الكلمة الثانية وقع. تعالوا نشوفها في الجملة الأولى هتبقى بمعنى إيه. وقع نظر هناء على مقعد. وقع نظر هناء على مقعد يبقى هنا بمعنى رأت. رأت هناء مقعد. وقع اللاعب على الأرض. وقع هنا بمعنى سقط. نأتي بكلمات على نفس الوزن. تشغيل أقول تحميل تجميل تفعيل
تحليل مسرورة مغرورة مهجورة مقهورة الشامخة الشاهقة الصاعدة الصامدة. الغالية أقول العالية الفانية البادية. طيب تعال نحلل كده إلى مقاطع. الجاذبية الجاذبية تو أمها أم مي ها الأرضية الأرضية يا تو الشامخة الشامخة وبكده سنة رابعة نكون خلصنا درس النهاردة. إن شاء الله الواجب إن شاء الله نحل جاوب على الأسئلة بتاعت الدرس. السلام عليكم.